السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم وصفة جميلة جدا جدا لكل بنوتة بتعاني من رموش بتتساقط، بتعاني منها، بتستخدم منتجات كتيرة جدا للرموش ومع ذلك بتبقى خفيفة جدا، بتعاني حواجبها خفيفة فخايفة انها تعمل المايكرو بليدنج عشان حرام وعشان بيبقى ليه اي اثار جانبية. انسي الحاجات دي خالص، لان النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا لتطويل ولتجسيف الرموش وكمان لتجسيف الحواجب، وانها بتخلي الشعر يبدا ينبت مره اخرى من جديد، كلها بمكونات طبيعيه 100% بدون اي اثار جانبيه، وامنه جدا لاي حد يقدر يستعملها سواء رجال وكمان النساء. كمان الرجال يقدروا يستعملوها علشان يتقلوا دقن اللحيه. تعالوا نتعرف اكتر على هذه الوصفه العظيمه من حيث المكونات، طريقه التحضير وكمان طريقه الاستخدام. تابعوني للنهايه، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي حبايبي فما تنسوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، فضلا وليس امرا. لايكات كتير خلونا كده شجعوني عشان الفيديو يوصل لغيركم كمان بنيه الافاده. اول حاجه معايا طبعا هي القرنفل او المسمار، زي ما انتم شايفين ده شكل القرنفل او المسمار، طبعا موجود ويمكن الدول العربيه كتير والمطابخ المصريه بنستخدمه في حاجات كتير جدا جدا جدا، سواء في اكلات، في ناس بتحبه تشربه كمشروب، في ناس بتستخدمه لتخفيف الام الاسنان، يعني ما بيخلاش منه اي بيت ومتوفر وكمان موجود عند العطارين. عايزه اقول لك ان هو من الحاجات الجميله جدا ليه، طبعا غني عن التعريف لتطويل ولتجسيف الحواجب، من المكونات المحببه يعني، وهو حلو عموما كمان للشعر. من المكونات الجميله اللي هنستخدمها، هنستخدم حوالي نص معلقه صغيره بالشكل ده من القرنفل او المسمار، وده معايا اول مكون. المكون الثاني معانا يا بنات هو عباره عن طبعا من الحاجات الحلوة قوي برضو اللي انا بحبها، ويمكن هو غني عن التعريف في تحويل الشعر من ابيض لشعر اسود، بنستخدمه لعلاج الشيب، استخدمته في وصفات كتيرة جدا الحمد لله ان هي لاقت على اعجاب ناس كتير، وناس كتير الحمد لله شكرت فيها. هو حبة البركة او الثانوج، معروف عنه طبعا، او الحبة السوداء، في اسامي كتير جدا، فلو تعرفوا ليه اسامي اخرى في بلدكم العربية ياريت تكتبولي. الحبوب السحرية دي بنات بتعمل على او بتساعد على تجسيف الرموش والحواجب، فبيكون الموضوع حلو جدا جدا، ومش بتحتاجي بعد كده لاستخدام مسكرة ولا اي حاجة من الحاجات دي. هستخدم حوالي نص معلقة برضو صغيرة من الثانوج اهو، طبعا انت قدري المقادير، انا بستخدم منها معلقه كبيره، انت قدري بالمعلقه الصغيره. انا عن نفسي بعرف يعني اقدر الحاجه، حتى لو عملتها بايديا ببقى عارفه المقدار بايديا كمان. اهم حاجه طبعا في المكونات ان تكون المكونات كلها بتاعتي نظيفه، وان احنا نكون شارينهم من مكان موثوق منه، ونكون قبل اي حاجه. طبعا انا عندي هنا الثانوج بعمل ايه، بجيبه من عند العطار، والكميه اللي بشتريها كلها ببدا اغسلها معايا كلها مره واحده، ببدا احطها في البلكونه على طبق كبير كده يكون واسع، واسيب المكونات بتاعتي تنشف خالص، سواء الثانوج او القرنفل او اي مكون جايباه من عند العطار يكون قابل ان هو يتغسل وينشف، مش يكون بودر يعني. تمام، عشان ده بيعمل ايه، بيعمل على ان احنا بنتخلص من اي اتربة او اي غبار او اي حاجة موجودة في المكونات ممكن تخلي الوصفة تفسد معايا، او تخلي الوصفة تسبب لي اي اثار جانبية احنا مش عايزينها، زي ده مثلا ظهور الحبوب او ظهور احمرار او التهابات للبشرة، فاحنا بغينا عن ده كله عن طريق ان احنا بنغسلها وبنجففها. طب دلوقتي احنا عملنا حطينا مكونين على بعض، فاضل ايه كده؟ فاضل طبعا اهم مكون عندي اللي هو الزيت. عندي هنا زيت الزيتون، من الزيوت اللي انا عن نفسي بحبها جدا 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 كاستخدامها للتطويل وللتكثيف وللنعومة، وكمان بتقل الشعر جدا وبتغذيه، حتى لو خلاص لو انت اخدتي النتيجة اللي انت عايزاها من الوصفة دي هتحافظي على النتيجة اللي انت وصلت لها، يعني بمعنى اصح
مش بمجرد ان انت تتوقفي عن استعمالك للوصفة ان شعرك يتساقط، لا بالعكس شعرك هيكون قوي جدا. انا عندي هنا عندي عبارة عن خليط من خليط من زيت الزيتون مع زيت الخروع، الاتنين دول مع بعض بحطهم كده في برطمان عندي بالشكل ده عشان استخدمهم. هعمل ايه؟ هبدأ استخدم حوالي يعني معلقة كبيرة مش اكتر من كده من هذا الخليط، تمام؟ وبعدين هدلهم بالشكل ده تقليبة كده. وهعمل ايه؟ طبعا ما تحطيش كمية كبيرة لانك انتي يعني هي كمية تكفي، يعني هي كمية يعني كمية صغيرة تكفي، فاهمين قصدي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هاخد الكنكة بتاعتي دي وهبدأ احطها على النار على البوتاجاز. عارفين العيون الصغيرة بتبقى في البوتاجاز؟ حطيها عليها وتكون على درجة حرارة يعني بسيطة جدا وخفيفة جدا، وتكوني واقفة عليها وتستمري ان انت تعملي كده، تقلبي مش محتاجة معلقة ولا حاجة، تقلبي بايديكي لحد لما تصبح دافية، ما تسيبيهاش لحد لما تسخن. ليه؟ لان المجرد ان انت بتسخني الزيوت الزيوت بتفقد قيمتها، فتمام. فمهم جدا ان انت تسيبيها لحد لما تبقى دافية خالص، وبعد ما تبقى دافية تبقى زي دمعة العين كده. هتجيبي عندك مسكرة تكون نظيفة، مسكرة فرشة مسكرة تكون نظيفة، تكون مغسولة كويس، تكون متعقمة وتكون نظيفة. هعمل ايه؟ هبدأ بقى في الخطوة اللي بعد كده. طبعا ان انا هجيب طبق بالشكل ده واجيب المصفى بتاعتي وابدأ اصفي الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هنا حطيت المكونات بتاعتي على النار وسبتها لحد لما تبقى دافية عشان خاطر الوصفة ما تطولش عليكم، فاهمين قصدي؟ تمام. واحاول تاني اصفي كده عشان لو في اي قطرات تنزل واستفاد منها، بس طبعا لو في اي حاجة نزلت على طول ابدأ اشيلها بالشكل ده. هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هبدأ اجيب المسكرة زي ما اتفقنا، مسكرتي بتاعتي تكون نظيفة، تكون مخصصة للوصفات. لو مش عندك مسكرة اشتري عادي بيتباع في اي مكان، وتبدأي تحطيها في الوصفة دي وتبدأي بتوزيع المسكرة ابتداء من الرموش، من منبت الرموش وصولا للاطراف الاطراف الشعر، تمام. وبعد كده تبدأي تعملي هذه الحركات. ولو هتستخدميها طبعا للحواجب هتحطيها مع التحريك بحركات دائرية عشان حواجبك كمان تستفاد من الوصفة. واستخدمي الوصفة دي 3 مرات بس في الأسبوع، ان شاء الله هتشوفي منها نتائج هايلة جدا جدا، هتشكريني عليها. من الوصفات الحلوة طبعا مهم ان انت بعد تستخدميها تغسليها طبعا. وبس كده يا بنات وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لغيركم بنية الإفادة. شوفكم في حلقة جديدة.